دكتور صلاح، ممكن تقول لنا ايه المختلف في المهرجان بتاع الزهراء السنه دي مقارنه بالمهرجان السنه اللي فات؟ هو طبعا المهرجان السنه دي زي ما انت شايف حضرتك كده اعداد الخيول المشاركه فيه 267 خيول، فتره ضيقه خالص. زي ما انت شايفه نسبه الحضور والاقبال هايله، مشارك فيها حوالي 10 دول اجنبيه في مصر، استقرار والسياح موجودين والاجانب موجودين، يعني الحمد لله وربنا يوفق ان شاء الله. ايه الخطه بتاعتكم للبرنامج بتاع التربيه للخيول اللي موجوده في الزهراء للسنتين المقبله؟ هو الحقيقه برامج التربيه بتحتاج فترات طويله، لانه انت بتختاري صفات معينه موجوده في الام وصفات معينه موجوده في الاب، ويبدا يحصل عليها التسجيلات. يعني ده خلال الثلاث سنين الجايين ان شاء الله فيه ناس مسؤوله عن برنامج التربيه عندنا هنا، وبتشرف عليها ويشرف عليها الاستاذ علي شعراوي. واعتقد ان النتاج اللي محطه في العرض الصغير اللي انت شفتوه كان هايل. في حاجة حابب تزودها؟ في حاجة تحب تزودها؟ أنا برحب بيكم وبرحب بكل الضيوف سواء أجانب والعرب والمصريين، وأهلا بيكم وربنا يديم الاستقرار على مصر إن شاء الله.